طبعا من فتره جيت وقلت لك ان في موبايل قوي جدا من ريلمي نازل، والموبايل ده لو نزل بنفس الامكانيات والسعر اللي هو كان نازل بيه قلت لك ان انا هشتري موبايل شخصي ليا. لا، النهارده جاي اقول لك عكس الكلام ده خالص، لان الموبايل الامكانيات بتاعته بسعره اختلف تماما. سعر الموبايل ده زاد 25%. ليه يا ريلمي؟ مش عارف، قال لك عشان القطع الغيار بتاعت الموبايلات زادت. طيب، وكمان في 10% ضرايب كمان لما تنزل في مصر، دي نسبه كمان. والامكانيات ريلمي نفس الامكانيات، لا الامكانيات قلت كمان. طب في بعض الحاجات مختلفه في الموبايل ده؟ اه، في بعض الحاجات مختلفه. طب ايه الموبايل ده؟ موبايل ده ريلمي 9 برو، والريلمي 9 والريلمي 9 ايه، ثلاث موبايلات دي سلسله الريلمي 9. الموبايل ده لو كان نزل بالامكانيات اللي هو كان نازل بيها، اللي كان قال لك سناب دراجون 870، هو كان جايب 5000 جنيه، كنا قلنا الموبايل ده وش جايبينه مفيش كلام بعده. لا، قال لك الموبايل ده النهارده بسعر تاني. طب ايه سعره وايه امكانيات الموبايل ده وايه اللي اختلف في الموبايل ده؟ تعال نعرف دي مع بعض. اولا الموبايل ده جاي بمعالج الدايمنستي 920، المعالج اللي كان في ريدمي نوت 11 برو اللي هو كان اعلان عنه في الصين، وافضل كمان من سناب دراجون 720 جي، واقل من سناب دراجون 778، وافضل كمان من سناب دراجون 695 اللي جاي في النسخه الريلمي 8. وده طبعا عكس اخر فيديو كنا جايبينه على الجهاز ده، لان كان اول تسريبات ان الجهاز ده جاي بمعالج السناب دراجون 870، وده كان معالج حاجه خرافيه جدا. لا ومش كده بس، لا الموبايل ده هيترفع سعره كمان بنسبه 25% عن السعر اللي كان مسرب بيه، يعني في حدود 350 دولار، ما يعادل المصري من 6500 ل 7000 جنيه، وده طبعا خارج اي منافسه جايه في سعر الموبايلات دي بامكانيات الموبايلات دي خالص، يعني الموبايل ده احتمال ما حدش يشتريه، وجاي بنسخه 8 و6 رام و128 و256 جيجا سعه تخزين. اما بقى بالنسبه للشاشه، وهي اموليد 6 43% انش بدقه في اتش دي، طبعا شاشه ما فيهاش اي اختلاف، ولكن في بعض التسريبات بتقول ان الموبايل ده هيجي بتردد 120 هرتز، وهناك تسريبات تانيه بتقول لك ان الموبايل ده هيجي بتردد 60 هرتز. وطبعا مش عارفين التسريبات الاكيده، ولكن هنستنى لاخر الشهر ده، في حدود الشهر ده هيتم الاعلان عن الموبايل ده رسميا. وطبعا الشاشه دي برضه زي ما احنا قلنا شاشه مش اقوى حاجه، شاشه ضعيفه مش تخش في الموبايل ده من نقطه قوه الموبايل بالنسبه لسعر الموبايل اللي هو جاي فيها. اما بقى بالنسبه للصوت، هو السيريو سماعه واحده السيريو مش عارف ليه. اما بقى بالنسبه للكاميرات، وهي 50 ميجا بكسل مش 108 ميجا بكسل زي مثلا الريدمي نوت 11 برو اللي هو لسه نازل، والثانيه 8 ميجا بكسل الترا وايت، اما الاماميه وهي 16 ميجا بكسل. كاميرات ضعيفه، وفي تسريبات تانيه بتقول لك ان الكاميرا الاساسيه هتبقى 64 ميجا بكسل بدلا من 120 وبدلا من 50 ميجا بكسل، مش عارفين انهي تسريبات تكون اقوى. اما بالبطاريه، وهي 4500 ملي امبير بشاحن اقل 33 واط، يعني كانت في اخر تسريبات كانت بتقول لك البطاريه تكون 5000 مع شاحن 65 واط، مش عارف الشاحن بقى اقل كده ليه. وطبعا بالامكانيات دي مش يستاهل اي حد يشتري ولا شاشه ولا معالج ولا حتى كاميرا ولا كمان بطاريه ضعيفه كمان، يعني موبايل زي ده المفروض سعره يكون في حدود 3000 الى 3500 جنيه، مش 6000 جنيه زي ما هم مسربين. لا ومش كده بس، في كمان تسريبات بتقول ان الريلمي 8 برو هيجي بمعالج سناب دراجون 695 مش الدايمنستي 920، يعني زادت الطينه بله، ولكن هو افضل من سناب دراجون 720 الحالي اللي هو السناب دراجون 695 افضل من سناب دراجون 720 الحالي، ولكن ضعيف جدا بالنسبه لسعره مع وجود سلسله الريدمي نوت 11 برو والبوكو اكس 3 برو وغيره من الموبايلات الكتيره جدا اللي في سعر حدود 3000 و4000 جنيه بامكانيات افضل منه بكتير، بكاميرات افضل، بمعالج قوي. واتمنى ان التسريبات دي مش تكون دقيقه جدا، خصوصا في الاسعار بتاعت الموبايل ده والمعالجات، ولكن انا بستبعد الكلام ده كله، ممكن لو اختلفت تكون اختلاف بسيط جدا في المعالجات، بس مش هتعتقد لان في تسريبات قويه على الموقع الرسمي زي ما قلنا. اما بالنسبه للنسخه ريمي 9 اي، وهي تنافس الامكانيات مع تاكيد ان المعالج سناب دراجون 695 ده، وده اكيد من الموقع الرسمي، وتردد 60 هرتز، وكل الامكانيات نفسها مفيش اي اختلاف خالص. دي كانت كل الاخبار المتاحه على الموبايلات دي، نتمنى انتماء شديد جدا ان الامكانيات دي تختلف، ولكن في بعض التسريبات على الموقع الرسمي نفسه بالامكانيات دي، فهتختلف ازاي؟ ولكن في خلال الشهر ده زي ما قلنا ان اللي هيتم الاعلان عن الموبايل رسميا. وبس طبعا عشان تعرف بقى الاخبار الجديده عن كل اول باول، اتشرفنا بالاشتراك في القناه واعمل لايك للفيديو، والسلام يا صديقي.